نجم كبير وراجل مهذب طبعا ومحترم طبعا، كابتن اشرف برحب بيك. كابتن اسلام، ازاي صحتك؟ عامل ايه؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ منور. الله يخليك حبيبي، وسلامي الخاص لكابتن عفت نصار، حبيبي يا كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك، ومن احسن اللاعبين اللي كان في جيلنا، وما خدش حقه على فكره، يعني كان يستحق اكتر من كده بكتير. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك الله كابتن يكرمك. الله كل التوفيق ليك يا رب ان شاء الله. الله يخليك حبيبي، ربنا يخليك يا كابتن. كابتن اشرف، اقدر اقول ان الزمالك النهارده فقد نقطتين مهمين ولا الحمد لله على التعادل النهارده؟ لا طبعا الحمد لله، في كل وقت وكل حين طبعا يعني. طبعا لا احنا طبعا، احنا على يعني نادي الزمالك او فريق نادي الزمالك معروف ان هو دايما في المنافسه مع النادي الاهلي، وبيحاول ان هو يحصل على بطوله الدوري. فطبعا خساره الفريق النقطتين النهارده، طبعا احنا زعلانين جدا على خساره النقطتين، لان احنا في اخر المباراه اتيحت لينا فرصتين كان من ممكن تغير نتيجه المباراه. ولكن لما تيجي تتكلم فنيا، احنا المباراه يعني اعتقد ان النتيجه دي نتيجه عادله للفريقين، لان النادي بيراميدز من الفرق القويه جدا. يعني انت لو برضه لو حضرتك شايف ان احنا لعبنا مع فرقتين من المربع الذهبي، اذا كان نادي المقاولون العرب او نادي بيراميدز ورا بعض، فالمباراتين من مع فرق قويه جدا وفرق بتنافس. احنا النهارده ممكن يكون اسلوب او طريقه لعبنا في الشوط الاول يمكن هي ادت فرصه وخلقت مساحات لبيراميدز على الاستحواذ، يعني كان ممكن يكون في تراجع شويه، ده من وجهه نظري الشخصيه. كان في تراجع شويه من فرقتنا وادت مساحه لبيراميدز ان هو يستحوذ وعمل عمليه الضغط علينا. لما اتغير الوضع كابتن اسلام وكابتن عفت في الشوط الثاني، وبعد احراز بيراميدز للهدف الاول ليهم، الموضوع اتغير، وابتدينا ان احنا نعمل عمليه الضغط على بيراميدز، ونعمل نقدر نخلق فرص لينا، وبسبب ده ربنا وفقنا وقدرنا نحرز الهدف. يعني مصطفى محمد احرز هدف برضه، هدف جيد جدا من كره عرضيه من اوناج، واتيحت فرصه لينا اوناج برضه كره ثانيه يعني كان غير موفق فيها، كره ساسي برضه كان من الممكن كانت تبقى هدف. وده بعد عمليه الضغط، ولعبنا ضغط عالي على الفرقه بيراميدز وسببت لهم اخطاء، يعني ده من وجهه نظري. طيب هل في يعني كان معايا مثلا كابتن محمد صلاح، انا لسه ما عرفتش راي كابتن عفت نصار، لكن قال لي لازم يعني باتشيكو احنا كنا جايبينه، يعني بالنسبه للزمالك جايبينه علشان بطوله افريقيا وبطوله كاس مصر، وبالتالي طالما ما خدش البطولتين يبقى ما فيش فرق ما بين المدرب الاجنبي والمدرب المصري، وبالتالي يرحل، لان في نفس الوقت النهارده بيتعادل مع بيراميدز وهو المسؤول عن التعادل دوت. فوجهه نظر حضرتك، وفي نفس الوقت السؤال، هل باتشيكو هيكمل الفترة اللي جاية ولا أصلا غير مطروح إن هو يمشي في الفترة الحالية؟ لا طبعا غير مطروح بالمرة، لازم يكون في استقرار للفريق. برضو أرد يعني على الوضع، النادي الزمالك عمل مباراة الأهلي في النهائي الأفريقي، عمل مباراة فوق الممتازة، ولكن هو كان غير محظوظ، إحنا كنا غير محظوظين يعني. وده باعتراف كل الناس اذا كان اهلاوي او زملكاوي، فريقنا الزمالك قدم مباراه كويسه. فلما تيجي تحسب دي هي كوره، هي كوره كده يعني، ما في وقت بتبقى بتلعب بمستوى عالي جدا وبتخسر المباراه، وفي العكس يعني ممكن ما تكونش بتأدي بشكل كويس لكن بيبقى فيها توفيق وبتكسب. مباراه الجيش اللي في الكاس مصر طبعا كان في سوء حظ غير طبيعي جدا، ان المباراه دي كانت بعد مباراه الاخفاق في الافريقي، وطبعا الناحيه النفسيه كانت للعيبه سيئه للغايه بسبب الخروج دوت، وبسبب ان في تغييرات حصلت في النادي، تغييرات اداريه طبعا اثرت بشكل كبير على الفرق. لكن انا لما تيجي تشوف مباراه المقاولون العرب، احنا ادينا مباراه بشكل كويس، مباراه المقاولون وربنا وفقنا وكسبنا. النهارده انت بتلعب قدام منافس قوي برضو، يعني على فكره انت بتلعب لو بصيت للاعيبه نادي بيراميدز هتلاقيهم نصهم اهلي ونصهم زمالك بالظبط، فيعني برضو لازم نبقى عارفين احنا الفرقه اللي احنا بنلعبها عامله ازاي، والمنافس بتاعك عامل ازاي. وانت لازم هتلاقي في المنافسه طول الموسم مع كل الفرق، يعني مش عايزين ناخد قرار في حاجه وهي مش مطروحه ابدا يعني في الفتره دي. الاستقرار اهم حاجه للفرقه ان شاء الله الفتره اللي جايه. طيب